هلا، شلونكم؟ شو اخباركم؟ عطله سعيده، ان شاء الله تكونوا تونستوا بيها. بما انه احنا بدينا دروس اونلاين، اريد منها سنتفق انه كنا يعني نتابع الدرس الفيديو كله سوا، ونحل الواجبات وما نعذب لا ماما ولا بابا. والطالب اللي راح يحل الواجبات وراح يتابع الفيديو ما راح يعذبهم، يعتبر انه اسمه موجود بالسهم البلو. يعني شنو؟ يعني يوم الخميس هو راح يتكافئ. اوكي اوكي، زين. هسه اول شيء انا اريد تراجعون الارقام وياي من 1 لحد رقم 20. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. زين، اريد هسه اشوف منو منكم قاعد يتذكر المواضيع اللي راحت ومنو بعده ما يتذكرها. زين، انا هسه انا عندي سندانه بيها ورد. شنو عندي؟ سندانه بيها ورد. اول شيء خل احسب كم ورده عندنا. 1 2 3 4 5 6. زين، انا عندي سندانه بيها 6 ورود. اجيت انا كلش عجبني هذا الورد، قلت انا خل اقطف 3 وردات اخذها لماما. كم وحده راح اقطف؟ 3. 1 2 3. كم ورده بقت لي؟ 1 2 3. وقالت 3 وردات. زين، انا هن كانن هواي وصارن شويه. العمليه شنو هنا؟ العمليه هي طرح. هن كانن ست وردات. ايش قد انا اخذت منها؟ اخذت 3. ايش قد بقالي؟ 3. زين، كانن هواي، شلون اخذنا منها 3؟ يعني شنو قطفنا؟ يعني شنو؟ يعني ناقص. ايش قد بقالي؟ 3، اللي هو الباقي. زين، هنا شنو عندنا؟ عندنا قطع بيتزا. هاي بيتزا كامله، بيها كم قطعه؟ خلينا نحسبها. 1 2 3 4 5 6. كم قطعه عندنا؟ 6. كتب 6. اجى احمد رجع من الدوام، قال أنا كلش جوعان، أريد آكل اليوم 4 قطع بيتزا. قد راح يأكل أحمد؟ 4. زين، من يتذكر إحنا قلنا إذا ناكل شنو جمع لو طرح؟ طرح، يعني شنو العلامة؟ ناقص. أكل 4. خلنا نشوف، هاي وحدة أكلها، الثانية أكلها، الثالثة والرابعة. كم وحدة بقت له؟ بقت له قطع 2، يعني يساوي شقد بقى الباقي؟ 2. زين، انا اليوم عندي موضوع الطرح بالعد الى الوراء. 1 2 3. راح نختار طالبتين اللي هما بالاول سي، فاطمة ونور، صديقات. فاطمة ونور يطلعون بالفرصة يلعبون سوا. ففاطمة شنو قالت؟ قالت أني عندي بوكسات مرقمة بالتسلسل من الصغير للكبير. قالت أني أريد أقفز على البوكسات. قفزت فاطمة، قالت وراح أوقف على رقم 7. على رقم وقفت فاطمة؟ رقم 7. نور قالت لا، أني أريد أوقف على رقم 10. قفزت على البوكسات وراحت وقفت على رقم 10. زين، هسه راح اجي فاطمة على يا رقم وقفت 7 ونور 10. فاطمة شنو قلت لها؟ قلت لها فاطمة انتي واقفة على 7 بهذا الاتجاه، يعني تقدمت لقدام. تفاطمة انا اريدك ترجعي لي 3 بوكسات. كم بوكسة اريدك ترجع لي ورا؟ 3. ترجع 1 2 3. كم بوكس رجعت؟ 3. 1 2 3.
زين، من رجعت الرقم لتاخذ الارقام السابقه، يعني الرقم ده يكبر لو ده يصغر، الرقم ده يصغر، من الرقم يصغر يعني جمع لو طرح، طرح نكتب ناقص. زين هي وين وقفت؟ على رقم، على رقم 4. اذا البوكس اللي فازت ووقفت عليه هو رقم 4. زين هاي المربعات شنو؟ هاي المربعات البوكسات اللي انا طلبت ترجعها، انا كم خطوه طلبت منها ترجع؟ 3 خطوات. اجي اشوف، اروح على الرقم الكبير، من هو الرقم الكبير؟ رقم 7 ولا رقم 3؟ رقم 7، انا اروح على رقم 7. اشوف منو الرقم السابق؟ هذا رقم 7، منو الرقم السابق؟ 6، اكتب 6. منو الرقم السابق؟ 5، 5. منو الرقم السابق؟ 4. من أنا كتبت 4 هو نفسه اللي راح يصير البوكس الفائز اللي وقفت عليه فاطمة. أوكي؟ هسه نعيدها على السريع، إنه أول شيء هي كانت واقفة على رقم 7، طلبت منها ترجع 3 خطوات لورا، من ترجع لورا إذا عملية تروح على أرقام أصغر، العملية طرح. رجعت 1، 2، 3 على يا رقم، صارت واقفة على رقم 4. زين هاي المربعات معناتها من قاعد ترجع لي ورا، ايش دا يصير؟ على يا رقم دا تعبر. زين شلون انا اعرفها؟ اروح على الرقم الكبير اللي هو 7. كم خطوة ارجع؟ 3. اذا كم مربع ارسم؟ 3. رقم 7، من السابق مال رقم 7؟ 6. واحنا حافظين الارقام، من السابق مال رقم 6؟ 5. من السابق مال رقم 5؟ 4. هذا البوكس الفائز. زين هسه انتو اريدكم وياي تحلون، انا راح احله وياكم بس اردكم انتم تحلون قبل ما احكي اني، انه نور وين تروح؟ نور على يا رقم واقفه، نور واقفه على رقم 10، هذا رقم 10. زين نور اريد ترجع بوكسات بس 2، وين راح تروح؟ يلا تجاوبتوا هسه من يمكم وانا اشوفوا حلكم صح لو لا. 1، 2، كم بوكس انا قلت ترجع؟ 2. كم بوكس؟ 2، يعني ناقص 2. وين صارت واقفة؟ البوكس الفائز اللي هو رقم 8. زين هسه منو راح يقول لي احنا كم بوكس راح نرسم؟ انا قلت كم بوكس ارجعي؟ 2. اذا كم مربع ارسم؟ 1، 2. وين اباوع؟ على الرقم الكبير ولا على الرقم الصغير؟ اباوع على الرقم الكبير، منو الرقم الكبير؟ 10. منو السابق مال 10؟ رقم 9. زين من السابق مال 9؟ 8. زين 8 هذا مو نفسه، اذا هو الناتج. هسه عرفنا انه احنا نباوع على الرقم الكبير دائما، ومن الرقم الكبير نبدي نرجع خطوات لورا على حسب الرقم الصغير اللي وياه، يعني 10 ارجع خطوتين، ارسم مربعين واخذ الرقم السابق لكل رقم. وهسه حتى نبدا نحل التمارين فاصل ونواصل. هلا ورجعنا مره ثانيه، يلا خلينا نشوف هذا المثال شنو عندنا. عندنا قفص، كم عصفور عندنا بالقفص؟ 1، 2، 3، 4. شو اكتب هنا؟ كاتبه كم عصفور في القفص؟ 4. اكتب رقم 4. زين اكو 2 من العصافير انهزموا من القفص وطاروا، كم واحد طار؟ كم عصفور طار؟ 2. زين ايش قد بقى لي بالقفص؟ 1، 2. نكتب الباقي 2. زين هسه احنا هاي شفنا كم عصفور وكم واحد طار وكم واحد بقى. زين اريد بالطريقه اللي هسه تعلمناها انه بالعد الى الوراء، كم عصفوره بقيه اعده الى الوراء؟ هم كم عصفور بالاساس؟ 1، 2، 3، 4. 4. زين احنا ايش قلنا؟ ناخذ الرقم السابق، شنو ناخذ؟ الرقم السابق رقم 4، من السابق مالته؟ رقم 3، 3 من السابق مالته؟ 2. اذا ايش قد بقى؟ 2. هسه فاصل حتى نكتب باقي التمارين ونرجع نحلها. اهلا يلا نكمل. هسه عندنا فقرة اتاكد، يا غيمة غيمة اتاكد. زين احنا عندنا بالكتاب النقطة الحمراء اللي نكتبها باللون الأحمر، يعني رقم 1 هو هذا، رقم 2 مثل ما متعلمين انه باللون الأحمر. زين شنو عندنا هسه؟ عندنا
يوجد 13 كتكوت. عندنا 13 كتكوت. زين، هاي كتبنا 13. زين، كم واحد ابتعد عنها؟ ابتعد من 13 كتكوت راحن 2، اكو 2 من الكتاكيت راحن. 13 راح منها 2. زين، هاي المربعات مو قلنا احنا نقدر نحسب يعني الى الوراء، شلون راح نحسبها؟ 13 من السابق مالتها 12، 12 من السابق مالتها 11، ونكتبها بهذا المربع 11. زين، اكو من يريدون يكتبوها هيك، من يكتبون السابق؟ زين، احنا كم اصبع عندنا بايدنا؟ 10. اذا نريد نحسب بطريقه الاصابع، زين قلت لك 10 اخذ 5، قلت لي بقى 5. زين، اذا قلت لك اريد 13، تقدر تطلع 13 اصبع بايدك؟ احنا عندنا بس 10، ما نقدر. زين، ايش راح نسوي بهاي الحاله؟ دائما نطلع بايدنا الصغير. من الصغير 13 لو 2 2، واروح اشوف من الكبير 13، اخذ السابق مالته على قد الاصابع اللي عندي. يعني 13 من السابق مالتها 12 من السابق مالتها 11. اذا ايش قد طلع الناتج؟ 11. زين، هسه نكمل. هسه شنو عندنا؟ نقطة رقم 2، عندنا 11 نحلة طار منها 3. كتبنا 11 نحلة طار، يعني شنو؟ يعني راح، يعني مثل ما قطفنا مثل ما اكلنا، يعني ناقص. ايش قد ناقص منها؟ ايش قد طار من عندها؟ 3. طار منها 3 نحلات، ايش قد بقانا؟ نكتب 11 راح منها 3، ايش قد بقى؟ نحسب اول شيء على مود نبني المربعات، نحسب الى الوراء. 11 من السابق مالتها 10، من سابق العشرة 9، من سابق التسعة 8. اذا قد اكتب هنا 8. زين، خلينا نحسب بطريقة الاصابع. 11 من نطلع قلنا الكبير والصغير، نطلع الصغير. من الصغير 3، طلعت رقم 3. زين، 11 من السابق مالتها 10 9 8. اذا حنا صحيح، حنا صحيح. هاي الثمانية نحط السهم هنا حتى ما ننساه. زين، هسه عندنا نقطة رقم 3. هسه قال اعد الى الوراء، يعني هنا احنا محددين الطريقة، يعني متى تستخدم اصابعك؟ تستخدم العد الى الوراء، يعني البوكسات، يعني وين ما قفزت نور وفاطمة. زين، عندي رقم 8، من السابق مال رقم 8؟ 7. منو سابق 7؟ 6. زين، 8 ناقص 2، اذا هذا نفس اللي كتبه هنا طلع 6، اللي هي نفسها 8 ناخذ من 2، ايش قد بقى؟ 6 اصابع. زين، هسه اجي 12 ناقص 3، نعد للوراء. دائما من اقول عدوا الى الوراء ناخذ الكبير وناخذ الارقام السابقه الى على حسب عدد المربعات. 12 السابق 11، سابق 11 10، سابق 10 9. اذا ايش قد الناتج؟ 9. هسه راح نكمل هنا فوق. عندنا احل، احنا خلصنا فقره اتاكد، ومن شرحنا العصافير شلون طارت كانت فقره اتعلم. هسه عندنا فقره احل، اللي احنا شنو نسميها؟ غيمه احل. يلا، هسه عندنا رقم 4، 12 ناقص 3، 12 نعد للوراء ناخذ الرقم السابق. 12 من السابقه 11 10 9. شو اكتب هنا؟ 9. زين، 8 نعد للوراء 2، 8 منو السابق؟ 7، وهنا 6. شو اكتب هنا؟ 6. 17 منو سابقها؟ 16، سابق 16 15، سابق 15 14، ونكتبها هنا. هسه هاي خلصنا لان الفقرات، بقت لنا نقطه من احل وفقره افكر. نكتب التمارين وارجع لكم. يلا نرجع نكمل فقره احل. وصلنا الى رقم 5، 11 ناقص 2. زين، احنا شلون نريد؟ حاطين مربعات 2، ناخذ الرقم السابق. رقم من الكبير 11، 11 من السابق مالته 10، 10 من السابق 9. اذا شو اكتب هنا؟ رقم 9. زين، 17 يريدوا يرجع خطوة واحدة. 17 هو الكبير، من السابق مالته اللي هو 16، اللي راح اكتبه بداخل المربع اللي هو الناتج. زين،
تسعة يرجع ثلاث خطوات لورا. تسعة من السابق؟ ثمانية. ثمانية من السابق؟ سبعة. سبعة من السابق؟ ستة. إذن شنو أكتب هنا؟ أكتب رقم ستة. هاي خلصنا هنا فقرة أحل. إيش بقى عندنا؟ عندنا بعد فقرة أفكر. هاي غيمة أفكر، راح نبدي اللي هي بالنقطة رقم ستة. هنا شنو عندنا؟ عندنا مسبح بإحدى عشر طفل. كم طفل عندنا؟ إحدى عشر. زين أنا شنو راح أسوي لكم؟ راح أرسم لكم هنا طفل. هذا إحدى عشر طفل. هاي رايحين المسبح بما أنه هو جاي الصيف. زين هذا المسبح بإحدى عشر، طلعوا منهم ثلاثة. كم واحد طلع من المسبح؟ ثلاثة. كتبت طلعوا ثلاثة. طلعوا يعني المسبح كان به هواي، صاروا أقل. يعني شنو؟ يعني ناقص. إحدى عشر طفل خرج منهم ثلاثة، طلعوا من المسبح ثلاثة. زين احنا نروح على الرقم الكبير اللي هو 11. ارجع اكتب السابق مع الرقم الكبير. 11 من السابق، 10. 10 من السابق، 9. 9 من السابق، 8. اذا شنو اكتب هنا؟ رقم 8. عندنا نقطة رقم 7. هنا بنقطة رقم 7 شنو يريدون؟ يريدون نحل الارقام اللي موجودة عندنا، بس الرقم اللي مختلف نحط عليها علامة صح. يا علامة نخليه علامة صح. هاي نقطة رقم 7. زين هنا عندنا 9، هاي علامة شنو؟ علامة الجمع اللي هي زائد 9 زائد 4. زين تتذكرون احنا شنو قلنا؟ الرقم الكبير وين اخليه؟ بقلبي. راح اخلي رقم 9 بقلبكم. حطيت لكم رقم 9. ومنو اطلع الصغير اللي هو 4 واكمل رقم 9 بقلبي، واطلع الصغير اللي هو رقم 4 واكمل. 9 من يجي وراها؟ 10. 11. 12. 13. اذا ايش قد اكتب؟ 13. زين هذا جمع، هذا جمع. هسه عندنا 17 ناقص 8. زين انا قلت شو اطلع 17؟ انا عندي 17 اصبع بايدي. لا قلت منو اطلع؟ اطلع الصغير. منو الصغير؟ رقم 8. اطلع 8 واروح اشوف من الكبير 17. ابدي اخذ السابق على عدد اصابع طلعت. انا طلعت 8. 17 من السابق مالتها؟ 16. 15. 14. 13. 12. 11. 10. 9. من خلصت ايش قد صار عندي؟ 9. اذا شنو اكتب هنا؟ 9. زين 14 ناقص 5. عندي 14 بايدي، هم ما عندي. منو اطلع؟ كبير لو صغير؟ انتوا قولوا شنو منو اطلع؟ الصغير. من هو الصغير؟ رقم 5. وابدي ارجع لي ورا، يعني اخذ السابق مال رقم الكبير. هو من الكبير 14. يلا منو سابق 14؟ 13. 12. 11. 10. 9. ايش قد الناتج طلع؟ 9. زين هم قالوا لنا شوفوا انا اريد تخلون علامة الصح على الناتج المختلف. هذا الناتج طلع 13، هذا الناتج 9، وهذا الناتج 9. من هو المختلف؟ عفية، الناتج هو 13 هو المختلف. راح اخلي عليه علامة الصح. ان شاء الله افتهمتوا درسنا هذا اليوم. انتوا عندكم راح انطيكم واجب، اريدكم مثل ما قلت لكم انه ما تعذبون لا ماما ولا بابا، وتحلون الواجبات وتنتبهون على الفيديو حتى اكافئكم ان شاء الله من يرجع الدوام ويستمر، ونحط اسمكم بالسهم البلو وتتكافئون يوم الخميس. الواجب هو كتاب النشاط صفحة 40. هاي غيمة الواجب صفحة 40 من كتاب النشاط. راح انتظر حلولكم، وان شاء الله استفادتوا من الدرس، ونشوفكم مرة ثانية.